لا انا لست راضي على الاعمال الرمضانيه لانني كنشوف ان المستوى غادي وكينزل للاسف الشديد. ما بقى انا غير من 6 ايام 6 سنين هذه ما بقيت انا دستاش من رمضان ما صافي لونطون. انا براسي بعض الاحيان لان كاين الاعمال اللي كنت نقدم واللي هي ناجحه رغم ذلك انا ما مقتنعش بها لان الطريقه ديال التصوير والظروف اللي كنا كنصوروا فيها حنا ماشي هي الظروف الان. الوقت اللي كنت انا كنصور ما كانوش هاد الامكانيات اللي كاينين. السيتكم كنا كناخذوا ب 3 مليون ديال الدرهم او 200 مليون ديال الدرهم. انا وخويا ومراته صورته ب 700 او 750 الف درهم. انا وخويا ومراته الثاني صورته بمليون ديال الدرهم. اذا الان كيتصور 8 المليون 9 المليون ديال الدرهم. لو كانت عندي هاد الامكانيات في الاعمال ديالي اللي قدمت لو كان درت العجب لانني قدرت نجيب ديكور احسن ونجيب فنانه كبار ونجيب انا انك انت تعطيني امكان. الان مني ولات الامكانيات انا ما خدمتش هذه 5 سنين ما تنخدمش ورغم ذلك هذه الاعمال ديالي انا لست راضي عنها لانني كنت كنقول بان ناقصه وخصني ندير مجهود اكثر من هكا وخصني نجيب فنانه اكثر من هكذا ونكون لان التطلعات ديال الجمهور المغربي يستاهلوا احسن من هذا الشيء. الجمهور المغربي الان ولا تيقارن الفنان مع العالم ماشي غير مع المغرب ولا مع كنا تنقارنوه مع العالم كله يعني كيشوفوا سعيد الناصري وتقارنوه مع المصري ومع مع الامريكاني ومع الفرنسي ومع الافريقي ومع يعني ما بقاتش سعيد الناصري وفلان وفلان في لا ولينا الان المغربي ولا دخلات العولمه ما بقاش ولا ان كود انترنت ممكن يشوف انيموغيست في فلاشين يعني فحنا هذاك الشيء اللي قدمناه وكان مزيان وما كنتش راضي عليه تنقول انا لست راضي عليه فما بالك في هذا الشيء دابا هذه الحريره اللي كاينه المواضيع ما كايناش. انا قلب لي سيت كوم ديالي ما كاينش حلقه وحده نتحدى اي واحد ما يلقاش فيها موضوع كاين دائما موضوع كاين عقده كاين حل كاين قصه والعمل الدرامي هو القصه اذا ما كانتش قصه ما كاينش يعني النهايه كاين بدايه وكاين نهايه. للاسف بعد كنشوف بعض الاعمال حتى النهايه ما كايناش كتبقى تفرج حتى كيقول لك صافي سالا كيطلع جينيريك وللاسف الشديد ورغم ان الان اموال اصبحت اموال كثيره تعطى لشركات الانتاج وهنا احنا دابا الان بصدد حسب الاخبار اللي وصلتني ان كاين بعض الاعمال اللي ترفضات لان رجعوها وانتم راكم على ديرها فكيف يعقل ان عمل فيه مليار وما يتقبلش ويتلح وواحد على 100 درهم تنحاسبوه موظف بوليسي خدا 200 درهم داروا له حاله وواحد موظف يخسر 2 مليون 3 ديال الدرهم وما كاينش اللي يهضر معاه يعني غير معقول هادشي خصوصا في الميدان الفني. هذه اموال الشعب هذه اموال ديال الناس هذه راه الناس اللي كيخلصوا الضرائب ديالهم وتيخلصوا التلفزيون في الضوء عندهم حق انهم يشوفوا عمل مزيان ويحاسبوني انا الا كنت العمل قدمته مزيان ما نتخلصش الا ما كنت ما قدرتش عمل مزيان ما نتخلصش ما خصنيش نتخلص بالعكس خصني يقولوا هاد الناس خصنا نقاطعوا هذا الراجل لانه ما احترمش الجمهور ديالو ما احترمش الجمهور المغربي اللي كيضيع وقته وكيضيع فلوسه. فهاد الناس هاد المسؤولين خصهم يعرفوا هاد المساله وعرفوا ان المغربي الان اصبح يحاسب وان المغربي كيشوف رغم ان المغربي ظريف وما تيهضرش ولكن هذا دور الاعلام دور الاعلام اللي خصو يوصل هاد المسائل ويقرب عليها. ماشي من الخارج انا من الخليج لا ماشي من الخليج كاينين معايا غادي يكون فيلم هو فيلم مغربي مصري خليجي لان الان كيف قلت لك العالم اصبح علاش لان السوق المغربي ما بقاش بغانا ولا ضعيف وما كاينش قاعات ديال السينما. الان خص الفيلم كيف ما اغنيه خرجت هانتوما دابا تشوفوا انا كنهضروا عليه المغني الان ملي تيدير اغنيه وكتنجح في اوروبا ولا كتنجح فعاد كيوليو يطلبوا هنا ويقول لي اجي نعطيوك القد والقد باش تدوز. حنا ولينا هذا هو المشكل ديالنا كيهربونا من بلادنا باش نمشيو نخدموا مع الاجانب ويديروا بينا ما بغاو واللي لقاوه ضعيف الاجانب تيلعبوا به كما بغاو تيلعبوا بالروح ديالو تيلعبوا بالهويه ديالو وهذه هي المساله اللي خصنا نحاربوها. حنا خصنا نحاربوا اننا نعطيو فرصه للاجانب يلعبوا بالهويه ديال المغربي. خص الاغنيه ولا العمل الدرامي المغربي تكون عنده الهويه ديالو يبان وباش يبان بالقنوات. الان القنوات المغربيه ما خصهاش كاع تدوز شي حاجه اللي هي اجنبيه تدوز غير المغربي ولكن المغربي المزيان. علاش؟ لان انا لو بغيت فيلم مصري غنمشي لقنوات اخرى ديال مصر ونتفرج بغيت فيلم خليجي غنمشي للفيلم الخليجي نتفرج فيه. لكن السوق الان مثلا باش نقدر نوزع في مصر طلبوا مني يكونوا معايا ممثلين مصريين. الخليج قال لك الا بغيتي ندعموك خص يكونوا معاك ممثلين خليجيين. ف كيفرضوا عليك لان ما يمكنلكش وانا مادام سميتو لجنه الدعم ما بغاتش تدعمني باش نبقى مربع يديا وجالس ما يمكنش خصني نتحرك. هادشي علاش انا
بديت مشيت لدبي واشتغلت هناك ولقيت دعم وخدمت، والان الحمد لله تنقلبوا على امكانيات باش نقدروا نديروا اعمال وافلام ديالنا. والله يهدي هاد المسؤولين يردوا البال لهاد المساله لانها مهمه. الرساله ديالي اللي بغيت نقول للجمهور المغربي، ولكن بغيت نقول انا الجمهور المغربي ما عندي ما نقول الا مبارك ومسعود، ولكن اللي بغيت نوجهه هو للحكومه الجديده، ان في البرنامج ديالها ما نبقاوش نهضروا غير على البوطه وعلى ليسانس، نهضروا على الجانب الثقافي والفني. راه الثقافة والفن هي الحضارة ديال المغرب، راه حنا مغربنا عنده تاريخ عميق 12 قرن عباد الله ديال المملكة، 12 قرن كلها ثقافة وفن، كلها يعني في الموسيقى عندنا إيقاعات خطيرة جدا، في الفن عندنا كتب، عندنا علم، عندنا ثقافة مغربية محضة أمازيغية مغربية مأصلة. فهاد الناس كنقول لهاد الحكومة ياخذوها بعين الاعتبار ويعطيوها الأولوية في الأعمال التي تدعم والأعمال التي تعطى لها مبالغ يعني كبيرة جدا اللي هي من فلوس الشعب المغربي. هذه هي الرسالة اللي بغيت نوجه لهم، وكنقول لهم دخلنا عليكم غير بهذا رمضان، خذوا هذه المسألة بعين الاعتبار، راه حرام.